بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع سيدنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس القرآني ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد رياش، وهو اسم على مسمى، فهو رياش في العلم والزينة والفقه والحديث. شيخنا الحبيب تخرج في المدينة النبوية كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم حصل على الماجستير كما يسمى في المغرب بالماستر الخاص بالحديث الشريف. وكان عنوان الرسالة فضيلة الشيخ تحقيق كتاب الأفعال، تحقيق كتاب الأفعال للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله ورحمته وسلم. طيب، إذن إن شاء الله نترك المجال لشيخنا الحبيب بارك الله فيه مع هذه الدورة، ونحن نعلم أنكم جميعا اجتهدتم وجئتم وتعبتم، وإن شاء الله لن يضيع عملكم سدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. فمع شيخنا الكريم الأستاذ عبد المجيد رياش حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم لقاء مولاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا لضيق الوقت في التحذيرات، الوقت قد مشى في التحذيرات، ونظرا ل أهمية الموضوع ولسعة المسائل التي نود أن نتكلم عنها، فإنني سأضطر إلى الاختصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوصيل المراد.
أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مفتاحا لتعلم هذا العلم الذي يكاد يندثر، وهو من العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو جزء لا يتجزأ من علوم القرآن، ولكن نظرا لما أصاب الأمة فإن هذا العلم عز فحوله في أيامنا هذه. وقد كانت للمغرب العربي بصفة عامة، كان لأهل المغرب الدور البارز في هذا العلم، فالذي لا يعرف كتب المغاربة لا يعرف شيء عن علم الرسم والضبط. ولكن للأسف أن أهل المغرب أصابهم ما أصاب غيرهم، حتى أن الكثير منهم أصبح لا يعرف هذا العلم، والبعض منهم الذي يحفظ النصوص لا يستطيع تطبيقها على الأوجه المختلفة في ما ورد في الآية أو في الكلمة من أوجه الرسم والضبط. ونحن في هذا اللقاء بحول الله نحاول أن نبين الجوانب التي من خلالها نتوصل إلى معرفة التوفيق بين أوجه الرسم الواردة في الكلمة الواحدة، وكذا أوجه الضبط التي للعلماء، ثم ربط هذا يربط هذا مع ما في الكلمة الواحدة من القراءات، وبه نرى عظمة هذا الكتاب. نحن في هذا اللقاء حالنا حال من أجلس على مائدة عظيمة ملأ بأطباق العسل، فحيثما مد يده فإنه يأكل من العسل، كذلك كتاب الله. أي جانب نتكلم فيه فإننا نكتشف جانب من جوانب عظمة هذا الكتاب الذي لا يضاهيه كتاب مهما كان. حتى لا أطيل، أبدأ بالمشوقات التي تدفعنا لمعرفة هذا العلم. المشوقات، كيف كتب المصحف؟ للأسف الشاشة معي، كتب هكذا كما ترون، والخط الذي كتبت به الكلمات خط واضح، لو كتبناها بالخط القديم الذي لا يعرف أو الذي لا يحفظ الكلمات القرآنية لا يستطيع قراءتها، لكن نحن كتبناها بهذا الخط المقرب. كما تلاحظون حروف عارية من كل شيء، كانت هكذا، والفراغات هذه أيضا لم تكن، ولكن نظرا لما ألحقه العلماء فإنها تدل على مواطن أرقام الآيات، كتب هكذا وهكذا، هاو بالخطين، خط النسخ وخط والخط المغربي، هكذا كتب كما ترون. هذه الكلمة، هذا الحرف، أهو حاء أو أم خاء أم جيم؟ هذه، هذا الحرف، هذا نون باء تاء ثاء، صالح للكل، ولكن السياق هو الذي يتحكم. ثم اقتضت الضرورة أن يتدخل العلماء، فأصبح في وقتنا هذا هكذا، ضرورة صيانة كتاب الله من الأخطاء، فأصبح هكذا أو هكذا. الآن تميزت الحروف عن بعضها، ما بقيت مثل السابق. هذه مثلا كانت ممكن تقرأ باء، ممكن تقرأ نون، ممكن ثاء، ممكن ياء، إلى غير ذلك، لكن لما وضعت هذه النقاط الثلاث تحددت. إذن كتب المصحف أول ما كتب بالطريقة التي رأيتموها هذه.
هكذا. ثم نظرا لما وقع، والآن هذه الصفحة النهائية مثلا، حالة المصحف النهائية، سنرى كيف سار المصحف حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، وأيضا ما السبب الذي جعل العلماء يتدخلون. وكما ترون الآن مثلا هذا اللون الأحمر، اللون الأحمر على إيش يدل؟ يدل على كل ما زاده العلماء. مثلا أنا الآن سأريكم، ها ما هو مجموع، ذهب، هذا حرف المصحف الإمام، هذه الزيادة زادها أهل العلم، زيادة أهل العلم، ومرت بمراحل متعددة. نحن الآن لا نأتي على تفاصيلها، وإنما بالاختصار بعدها إذا يسر الله سبحانه وتعالى اللقاءات الأخرى سنرى. وحال هذا العلم الذي يتعلم هذا العلم يجد نفسه أنه مسحوب إليه سحبا لتعلمه، نظرا لأنه مشوق فيه لطائف. سنرى الآن لماذا هذه الكلمة كتبت هكذا، ولماذا ها هنا كتبت هكذا، وما هي الأوجه الواردة فيها. هل يمكن مثلا أنا الآن آتي إلى هذه ممكن أغيرها؟ سترون أمامكم كيف تتغير، والحكمة من كتابة المصحف على هذه الطريقة إلى غير ذلك. إذن السؤال الأول، لما كتب القرآن على ما رأيتموه؟ كتب على تلك الطريقة لأن الحاجة لم تدعو إليه وقت الكتابة، فالعرب كانت لديهم القدرة على القراءة وفق ما كتبت عليه المصاحف، فلا يحتاجون، هذه من ميزة العرب. إذن ما كانت الحاجة داعية إلى النقط والضبط وغير ذلك في ذلك الوقت. لكن هذا جانب. الجانب الثاني، مثلا عندنا ها الكلمة، هذه الكلمة كيف تقرأ؟ لا سترون، شوف اللطافة، سترون اللطافة فيها كيف هي. أنا الآن انظروا معي، ها كيف أصبحت الكلمة، ثم معليش نشوفها ها أنصار لله. ماذا عملت؟ أنني فصلت بين هذه، كانت مجموعة متصافي ما بينها الحروف، يعني ها نقدمها ونحي الحركات تصبح كلمة تحتاج، بينما بالطريقة هذه أصبحت الكلمة أنصارا لله. انظروا الحروف هي لكن الآن سنراها تقرأ ب، تعطينا جملة أخرى، أنصار الله، هناك أنصارا لله، هنا أنصار الله. الأليف هذه هي التي وقع فيها الحال، التحرك تسحب إلى هنا مع الضبط بالتنوين، ويضبط هذا بما يتناسب، تصبح الكلمة كما رأيتم قبل تصبح هكذا لله، إذا بدلنا تصبح الكلمة أنصار الله. إذن الحروف هي، ولكن القراءات مختلفة. فالعرب كانوا عندما يرون الحروف كما رأيتمها في الأول مباشرة يقرأها بالسياق دون أن يقع في الخطأ، فلا يحتاج إلى هذه النقاط والحركات والعلامات وغير ذلك، هذه طبيعتهم في ذلك الوقت. ولهذا هذه واحدة من الأسباب التي دعتهم إلى كتابة المصحف عاري عن كل شيء، هذه واحدة. الثانية، ما هذه الكلمة؟
لا نؤلف، اسمعوا، نعم نخمن ولكن لا نؤلف، لا بد وأن يكون تخميننا موافق للقراءة. إذا موجودة قراءة نعم، أما نأتي بمثل ما قال له اعطيني كلمة فيها النون الساكنة بعدها حرف السين، قال له فرنسا، لا التأليف لا، لابد وأن تكون ضمن القرآن، خارج القرآن لا. إذن هذه الكلمة كيف تقرأ؟ تقرأ الآن هكذا سترون، بتحريك الألف الثانية، يعني هذه الألف الثانية الوسطية، نقولها الوسطية أحسن من الثانية، بتحريك الألف الوسطية يمينا يمينا كيف تصبح؟ إذا دبر. من يقرأ إذا دبر؟ أنا ما نألف. من يقرأ إذا دبر؟ بل قبلها، هل هناك قراءة إذا دبر؟ نعم قراءة إذا دبر. الدوري يقرأ إذا دبر، إذا دبر. إذن ماذا عملنا؟ حركنا الألف إلى اليمين، الألف الوسطية إلى اليمين، فأعطتنا كلمة إذا، فأصبحت الكلمة إذا دبر. وبتحريكنا الألف الوسطية شمالا ماذا؟ كيف تصبح الكلمة؟ تصبح إذ أدبر أو إذا دبر، على قراءة النقل كما هي عند الإمام ورش. إذن تحريك الألف، وهذا يدل على البعد النظري. إن قلنا أن الرسم القرآني توقيفي فهذا اختيار رباني، وإن قلنا أن الرسم القرآني اجتهادي فإن الله سبحانه وتعالى هدى كتبة كتابه إلى هذه الأمور المذهلة للعقول. إذا دبر، هذا جانب. الجانب الثاني أن قبل هذا أن الكثير من الكلمات تقرأ بعدة قراءات، فلو كتبت الكلمات بالنقط أو الضبط لتحجرت الكلمة عن استيعاب القراءات الأخرى، هذا جانب. والأمثلة كثيرة جدا، تحضون تحاضون، فتبينوا فتثبتوا، تفوت تفاوت، إلى غير ذلك. الأمثلة كثيرة جدا، سهل عليكم الوصول إلى هذا، لكن الذي يأتي هو الذي يجب علينا أن نبينه. لفتح باب ترك المصحف بدون ضبط ولا نقط، لما؟ لفتح باب التنافس بين العلماء في خدمة كتاب الله وقت الحاجة إلى ذلك. كيف نرى؟ عندنا هذه الكلمة، ما هذه الكلمة؟ هي أولا دائما دائما من أراد أن يتمرن التمرن القوي، أن يصبح من الفحول، من فحول هذا العلم، عليه أولا أن يعود بالكلمة إلى أصلها في المصحف الإمام. كيف رسمت الكلمة في المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان بن عفان إلى الأمصار؟ إذن هذه الكلمة كتبت هكذا، كم حرف؟ خمسة. هذا شيء مهم، ننظر في المكتوب هل يتوافق مع المنطوق؟ عندنا هذه الكلمة كتبت بخمسة أحرف، هل فيها قراءات؟ نعم فيها العديد من القراءات، منها ما هو حكم عليه بالتواتر، ومنها ما هو يقال عنه أنه شاذ. القراءة الأولى دائما أنا في الضبط، في علم الضبط، لما أؤصل للكلمة أبدأ بالأسهل، ثم الذي بعده، ثم أتفرغ لي الذي يحتاج إلى مثل ما قلت استعمال العقل، التنافس بين العلماء لخدمة كتاب الله. هذه الكلمة
فيها مجموعة من القراءات. القراءة الأولى بقراءة فتح الموحدة الفوقية بالموحدة الفوقية بعد اللام مع فتح الهمزة لنسوء لنسوء. القراءة الثانية بفتح المثنات التحتية مع فتح الهمزة هكذا. قراءة النون مع فتح الهمزة لنسوء سهلة ما فيها شيء ما فيها إشكالية. هذه الثانية قراءة الياء مع فتح الهمزة كذلك ليسوء. إلى الآن أنا قلت أو أنا أتيت بهذا المثال تحت عنوان لفتح باب لترك الباب مفتوح أمام العلماء ليتنافسوا في خدمة كتاب الله وقت الحاجة إلى ذلك. أين التنافس هنا؟ ليس هناك تنافس ما ظهر إلى الآن. إذن أنا مخطئ في المثال. إذن سترون أسكت هذا. القراءة الثالثة ألا وهي قراءة الجمع. قراءة الياء مع ضم الهمزة ممدودة بالياء وليس بالنون ولكن الهمزة مضمومة ممدودة. كم حرف؟ نعيد حساب الحروف. كم؟ 1 2 3 4 5 خمسة أحرف. كيف تقرأ الكلمة؟ ليسوء. كم حرف في القراءة في النطق؟ 6. إذن ها هنا بدأت العملية تتضح. عندنا حرف غير موجود. هنا العلماء نظروا إلى هذه الواو. هذه الواو هل هي الكلمة أصلها من إيش مأخوذة؟ ها؟ يعني إذا أردت أن أبحث على هذه الكلمة في القاموس ماذا أعمل؟ لابد وأن أرد الكلمة إلى أصلها اللغوي. من؟ ساء. ساء مصدرها ما هو؟ السوء. إذن هل الواو هذه هل هي الواو التي هي من جنس الكلمة أو هي واو الجمع؟ هنا نظرة العلماء اختلفت. نظر العلماء إلى هذه الواو، منهم من قال هي من جنس الكلمة. إذن معنى هذا ماذا يترتب علي أنا أو ما الذي يطلب مني أنا؟ أنا ضابط لحروف كتاب الله. ماذا أعمل؟ الكلمة تقرأ ليسوء، هذه الواو التي هي جنس الكلمة التي هي من جنس الكلمة. بعدها ماذا عندي؟ عندي همز وواو. أين أضع الهمز؟ أضعها على اعتبار أن الواو هذه من جنس الكلمة، أضع الهمز والواو الثانية المادية التي هي واو الجماعة أضعها بعد الواو الأصلية. هذا قول. القول الآخر قال لا، بعض العلماء قالوا هذه الواو ليست هي من جنس الكلمة، وإنما الواو التي هي من جنس الكلمة هي المحذوفة، وأما الثابتة هذه فهي واو الجمع. إذن معنى هذا واو التي هي من جنس الكلمة توضع أين توضع؟ قبل. الفريق الثالث من العلماء قالوا لا هي جنس الكلمة ولا هي واو الجمع، وإنما هي سرج الهمزة، لأن الهمز إذا جاور الحروف الثلاثة، حروف المد الثلاثة الواو والياء والألف، له الاختيار. الهمز يختار يا إما أن يكون فوق أحد الحروف التي جاورته أو يكون في البياض، هو بالخيار الهمز.
إذن الفريق الثالث قال أنها هي ليست واو الجمع ولا هي واو الواو الأصلية، وإنما هي ماذا؟ صورة الهمزة. نرى التطبيق. ها هنا بهذا الضبط الواو كيف اعتبر؟ الواو الكحلة كيف اعتبر؟ هي من جنس الكلمة، وواو الجمع زيدت، هي الزائدة، والهمزة أصبح ها هنا لا سرج لها، مكتوبة في البياض. هذا على رأي أن الواو أصلية، على رأي أن الواو واو الجمع وتكتب، على رأي أن الواو هذه واو الجمع، ماذا يترتب علينا؟ يترتب علينا إلحاق الواو الأصلية والتي هي ممدودة وعليها علامة المد، ثم بعدها تلحق الهمزة، ثم بعد ذلك هذا الواو، وهذه الألف ميتة، ولهذا وضعنا فوقها دارة الزيادة، دليل على أنها ساقطة من النقطة من النطق. كم مثلا بإمكاننا أن نجعلها هكذا، لو جعلناها هكذا لا ضير من حيث النطق، من حيث النطق لا يتأثر النطق، لكن من حيث علم الرسم لا يجوز، لا بد وأن تعود للآلف. لما؟ لأن قلنا أن المصحف كتب بهذه الطريقة ليتسع لمجمل القراءات، فإذا مثلا قمنا بتبييض الألف هذه، عندما نأتي إلى القراءة الأخرى التي تعتبر الهمزة مفتوحة، والهمزة في هذه القراءة تكون فوق الألف، ونحن محونا الألف، من أين نأتي بالألف؟ مثل ما فعل بعض الذين كتبوا مصاحف التجويد، خربطوا حتى أتوا بالعجب العجاب، واحد يمحي حرفه، واحد يزيد، واحد يلون، مثلا من بعدي، امسكوا مصحف التجويد من بعدي كمثال، أو من ورائي، تجدون النون ملونة باللون الرمادي، دليل على أنها ميتة لا تنطق، هذا صاحبه يدل على أنه بعيد عن الساحة. النون هنا في مثال القلب أو الإدغام أو الإخفاء، هل هي في كل الحالات أو في حالة دون أخرى؟ في حالة الوصل، أما في حالة الوقف كيف يقف؟ يقف بالنون، والنون هو أماتها، من أين أنا أتي بها؟ أذهب إلى البقالية أشتريها؟ إذن دائما إذا تدخل في فن من ليس من أهله يأتينا بالعجب. إذن هذه الألف يجب أن تبقى كما هي، وإنما نضع عليها ماذا؟ دارة الزيادة. فإن أتينا إلى القراءة الأخرى نمسك الهمز هكذا، الهمز كما ترون نمسك هكذا، نمسك الهمزة فقط، وضع الفتحة فتصبح نيسوء، أو على القراءة الشاذة ليسوء أن نضع تنوين هنا فوق الهمزة، إلى غير ذلك. المهم حتى لا نطيل في هذه الكلمة، كتب القرآن على هذه الطريقة ليترك الباب مفتوح أمام العلماء للتنافس في خدمة كتاب الله وقت الحاجة إلى ذلك، ولهذا بيّنوا ما رأيتموه أن فريق من العلماء نظر إلى أن الواو واو أصلية، هي الواو الأصلية في الكلمة، والفريق الآخر قال أنها هي واو الجمع، والفريق الآخر ماذا قال؟ قال هي واو، أي أنها سرج الهمزة. سرج الهمزة كيف تكون؟ تكون هكذا، هكذا،
إذن بهذا كم واو ألحقنا مثلا في القراءة الأولى في الأمثلة الثانية ألحقنا واو واحدة واحدة هذه واو أو تكون هنا على الرأي الآخر. أما هنا هنا ألحقنا واو واحدة وهنا واو واحدة، أما هنا فيه الزيادة مرتين الواو الأولى والواو الثانية. وهذا أنا بالنسبة إلي أقول أن هذا جائز، هذا الضبط جائز مرجوح. أما هذا سواء ضبط المصحف بهذا الوجه أو بهذا الوجه الثاني كلاهما صحيح، ولكن نظرا لاجتهاد العلماء في منطقة اشتهر المنهج الأول، المنطقة الثانية في المغرب العربي مثلا الأندلس وإفريقيا اشتهر المنهج الثاني، هذا صحيح وهذا صحيح. عندنا أهل المغرب يشترطون ماذا في الواو هذه؟ يشترطون فيها أن لا تعور. ما معنى لا تعور؟ يعني لا تنزل الواو هكذا بحيث تطمس عينها تصبح الواو مطموسة، هذا عندهم معيب. يجب أن تكون الواو بعيدة عن الخط الأسود حتى لا تطمس عينها، وبعضهم يضعها تحت، المهم تحت أو فوق كلاهما صحيح ولا يستطيع أحد أن ينكر، لأنها تؤدي إلى النطق السليم بالكلمة. بعدها هنا لو ندخل في هذه الكلمة عندنا ما يطلع معنا. هذه الكلمة كيف تقرأ؟ ها؟ الأجرة. أولا الأجرة ما هي موجودة في القرآن، الآخرة. هنا إذا يعني لا نستطيع فهم هذه الكلمة الفهم الكلي إلا إذا عرفنا مسألة اللام ألف، ومسألة اللام ألف فيها كلام كبير جدا 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 بين أهل العلم. أيهما اللام وأيهما الألف؟ هنا خلاف كبير جدا، على اعتبار الآن نرى في ضبط هذه الكلمة، على اعتبار أن هذه اللام، هذه هي اللام وهذا الألف، وهناك اعتبار أن هذه هي اللام وهذا الألف. نحن نأخذ واحدة واحدة، على اعتبار أن اللام هي الأولى وأن الألف صورة للهمزة، كيف تضبط الألف؟ الألف مثلا هذه الألف صورة للهمزة واللام هذه هي، كيف تضبط كلمة الآخرة على هذا الاعتبار؟ تضبط هكذا، ما رأيتمه قبل اليوم هذا اللام، وأنا عندي مصاحف خطية مضبوطة هكذا، هذا اللام وهذا الألف، الهمزة قالت هذا محلي أنا أجلس هنا، وحرف المد أين أضعه؟ لا بد وأن يلحق بعد الآخرة. هل هي في القراءة صحيحة؟ صحيحة ولا خطأ؟ تقرأ صحيحة، إذن الضبط سليم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اللام هي الأولى وأن الهمزة لا صورة لها، الهمزة ما انتبهت إلا بعد ما وجدت المحل أخذ منها. فين تجلس؟ فين تجلس إذن الهمزة؟ تجلس في الوسط الآخرة، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. بعدها على اعتبار أن اللام هي الثانية وأن الهمزة لا صورة لها، اللام هي الثانية، هي الثانية هي هذه، والهمزة ليس لها صورة، كيف يكون الضبط فيها؟ يكون هكذا كما هو معمول به في المغرب العربي. احنا لما كنا صغار كانوا يقولون لنا الهمزة تسبق اللام ألف، هاي سبقته. لما سبقته؟ لماذا وضعت هنا؟ لأن
الهمزة جاء بعدها حرف المد، وحرف المد يجب أن يكون الهمزة يجب أن تكون قبل حرف المد، ولهذا وضعت ها هنا ولم توضع ها هنا. إذن هذا الضبط هذا مبني على أي اعتبار؟ على اعتبار أن اللام هي هذه، وأن الألف هي هذه، وأن الهمزة لا صورة لها. فين جلست الهمزة؟ في البياض. فتقرأ الكلمة الآخرة. كيف يقرأ الكلمة ورش؟ إذن للآن ما جينا الورش، هذا عند المغاربة في 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 رواية قالون، قالون هكذا مضبوط المصاحف، مصاحف المغرب العربي. أما ورش فإنها لا تكون في مثال الآخرة، لأن ورش ليس لديه الهمز فيها وإنما لديه النقل. فورش عنده هنا مثل لآدم، لآدم مثلا. إذا أحبيت أضبط لآدم ماذا أعمل؟ هكذا، وبعدها نجيب الدال والميم فتقرأ الكلمة لآدم. هذا على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن اللام هذه، وأن الألف هي هذه، وأن الهمزة لا صورة لها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.